عسلامة لاباس. نحن بنهني أنفسنا برمضان، بنقول مبروك عليكم رمضان. كنا نحن الأطفال الصغار كان عندنا طقوس معينة كنا نعملها في كل رمضان، اللي هي الفرحة، إنه نحن ليلة رمضان يوم نعرف إنه خبروا إنه في رمضان بنفرح بطريقتنا، إن نحن نروح نلعب مع بعض، نتجمع كل الأولاد نتجمع ونلف على البيوت ونهني الناس يعني بقدوم رمضان، ونكون فرحانين يعني لأنه نعتبره أنه ضيف جديد جاء علينا. يعني أول يوم كان مقدس شوي نوعا ما، أو مختلف عن باقي الأيام، أنه كل العائلات كانت تحرص أنه أول يوم رمضان لازم تقضيه في البيت، يعني ما يقبلوا عزومات ولا يروحوا أي مكان. أول يوم بالذات لازم يتجمعوا العائلة اللي يكونوا عادة يمكن في حسب الظروف يمكن لمدة أيام ما يتجمعوا على مائدة واحدة، بس أول يوم لازم الناس تحرص أنه أول يوم في الإفطار يكونوا العائلة في البيت يعني. في رمضان في بعض الأكلات اللي هي الشعبية التقليدية اللي احنا نعملها في تونس ونحرص عليها انه تكون دائما موجودة في رمضان، منها طبعا الشربة. الشربة التونسية نحن نعملها من الشعير، بنسميها حتى شربة شعير. هذه نحن انا دائما حريص اني انا اتناولها واجيبها من هناك واني انا اتناولها في رمضان. الشربة والبريك، البريك هذا نوع من الأكلة اللي تنعمل بالبيض، تقريبا شبيهة شوي بالسمبوسة، بس الخلطة الرئيسية بتاعها لازم فيها البيض يكون فيها موجود يعني. هذه نحرص عليها انها تكون دائما تكون موجودة. الكسكسي كمان هاي من الأكلات الرئيسية اللي تكون موجودة في رمضان. احنا في عندنا حلويات في رمضان، في حلويات معينة في رمضان، مثلا الزلابية والمخارق والزلابية والمقروض. هذا المقروض عبارة عن حلويات تتعمل من التمر، وكثير تتواجد في رمضان وكل الناس تحب انها تاكلها بعد الفطور يعني. المسحراتي اتذكر في كان موجود المسحراتي ابو طبيله نحن نسموه، اللي هو كان بيلف على البيوت بين البيوت انه يصحي الناس للسحور يعني كانوا اهلنا بيعودونا ان احنا نبتدي بالتدريس، يعني مثلا بنصوم نحن على 5 6 سنوات بيحاولوا يعودونا ان احنا نصوم مثلا ساعتين ثلاث، انه ربع يوم بعدين نص يوم بعدين يوم كامل يوم يوم لا، يعني لغايه ما نوصل سن محدد خلاص يصير فرض علينا واجب علينا ان احنا لازم نصوم يعني. بتذكر واحنا كنا صغار كنا دائما نوهم يعني حتى نكون نحن فاطرين نوهم الاهل ان احنا صايمين ونوريهم ان احنا صايمين على اساس نجلس معهم على المائده، لانه نحن لما كنا صغار اللي مش صايم ما بيجلس على المائده الرئيسيه انه ياكل مع الاهل يعني، ولذلك نحن بحكم ان احنا نكون نحن بنحب نجلس مع الاهل على مائده الفطار دائما يعني يوم يسالونا انتم صايمين نقول نحن صايمين، واحنا في الاصل ما كنا صايمين بس عشان نجلس معهم على الطاوله يعني. بالليل بعد الفطور واحنا حريصين ان احنا في حرص شديد على صلاه التراويح، لازم يودونا حتى واحنا كنا صغار حتى لو احنا مش صايمين لازم يودونا صلاه التراويح، وكنا صلاه التراويح واحنا صغار طبعا كنا نسويها في الاماكن المفتوحه يعني مش في المساجد او شيء. بعد صلاه التراويح الكبار في السن بيروحوا على المقاهي بيروحوا في اللي يرجع لبيوتهم، ونحن كنا الاولاد كنا نجمع بعضنا كنا نروح نلعب الالعاب العاديه تبع الاطفال ولغاية ساعة متأخرة من الليل يعني. كنا بنسهر كثير في رمضان، لازم نسهر يعني حتى واحنا صغار كنا لازم نسهر يعني ما ننام بدري، بس بنحاول نحن في البيت نحاول نوريهم عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا الموجودة يعني في الشعب التونسي يعني من ضمنها من اللهجة يعني يتواصلوا مع الأهل هناك وحاولوا أنهم ما ينسون جذورهم ما ينسون أصلهم بأنهم تولدوا هنا وكبروا هنا في البيت، نحاول نعلمهم اللهجة التونسية وخليهم يتكلمون معانا باللهجة التونسية بالرغم لهجتهم صارت خليطة بين الخليجي وبين الشامي وبين كذا بحكم الدراسة والكذا والاختلاط مع باقي الشعوب العربية.